اذا هذا اليوم ديال الاختتام ديال العمل ديال الوكاله ديال تحدي الالفيه هو يوم اولا باش كنتعبوا امام المشاريع الكثيره اللي كانت مع الوزاره ديال الادماج الاقتصادي والمقاوله الصغرى والتشغيل والكفاءات في مجال التكوين المهني اكثر من 15 مؤسسه في اطار برنامج الشراكه اللي درت في مجال التشغيل. كاين مرصد خاص بسوق الشغل باحدث التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكاين نفقات مبنيه على النتائج، وهي كلها امور عطات واحد الواقع حقيقي. البرنامج كله راه عطى 800 الف مستفيد ومستفيده، وعدد كبير منهم هما شباب اللي كاينين وشابات اللي كاينين في جل التراب الوطني، وهذا نموذج يحتذى به لا من حيث الحكامه ولا من حيث الانفاق العمومي ولا من حيث الوقع على الشابات والشباب في مجال التشغيل، في مجال التكوين المهني، وفي مجال الادماج الاقتصادي. فشكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارتجيو مع صحابكم.